أخبار طاقة الهارب إيه في البعد؟ شايفك إزاي؟ شايف الموضوع إزاي؟ ناوي يعمل إيه؟ معاكو روبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. اللي يحب يتواصل معايا لحجز الاستشارات بيكلمني على الفيسبوك أو الانستجرام، اللينكس في صندوق الوصف. الاستشارة تبقى بخصوص التوأم الشعلة أو الارتباطات أو العلاقات بشكل عام. بنقدم حلول كلايف كوتشينج للحياة بشكل عام. أهلا بالمشتركين الجداد، نورتوا القناة. وأصحابي القدماء، أخباركوا إيه؟ وحشتوني جدا، وشكرا لكل من يدعم القناة. والكومنتس الأمر اللي بتكتبوها لي بتخلوني كده أرجع كده بقوة يعني. طيب، سألتوني كتير على طاقة الهارب أخباره إيه، يلا نشوف طاقته إيه. الحقيقة أن عدى فترة طويلة في الانفصال، يعني عدى فترة طويلة في الانفصال، مفيش كلام بينكم، بقاله فترة طويلة ما بتشوفوش بعض، ما بتتكلموش، هو ما حاولش. الهارب كان بيعاملك طول الوقت بتجاهل، ممكن ما يكونش اعترف بالحب أصلاً، علشان السؤال ده كان متكرر على فكرة، اللي هو ينفع الهارب اخش معاه في علاقة والعلاقة تاخد مننا مثلا شهور او سنة او اكتر، وهو اصلا ما اعترفش بالحب، وانا حاسة بكمية مشاعر رهيبة. والحقيقة طبعا يعني مش كل الهارب او كل الهاربين اعترف بالحب اصلا، لكن بين حاجات كتير قوي بتدل على الحب. هي العلاقة دلوقتي قايمة على التواصل الروحي بس، قايمة على التواصل الروحي بس، عشان ما فيش اي تواصل مادي. والحقيقة انت كنت في علاقة توأم الشعلة، انت كمطارد، ان انا في حالة الانتظار، انا مستنية، مستنية يهتم، مستنية احس، مستنية حس على دمه، مستنية ينطق، مستنية يعترف بالمشاعر، مستنية يقول انتي حب حياتي وانا مش هقدر اعيش من غيرك، مستنية في حالة انتظار دائم، مستنية بقى يرد على الرسالة اللي انت بتبعتها، هو بيطنش كتير وبيأجلها كده بالايام، مستنية يديك اهتمام، يديك وقت، هو كان مشغول معظم الوقت وما كنتش انت في اولوياته، فانت كنت في حالة انتظار. فانت كمطارد بقى قلت وانا هقضيها في حالة انتظار. انا اصلا شخصية المطارد شخصية كده بتخلص، جريئة واضحة، زي ما بنقول كده في مصر ايه، بتقطع عرق وتسيح دم، اللي هو يعني بتنجز من الاخر. فانت رحت اعترفت بالمشاعر، او حتى بينت له اللي هو لا، اللي بيننا ده حب على فكره، ومش عايزه استهبال اكتر من كده. لو انت عايز تستهبل انا خلاص تعبت من الاستهبال، فشوف انت بقى عايز تعمل ايه. هو دي مشاعري وهي دي نيتي، وانا نيتي الاستقرار ونيتي الجواز ونيتي ونيتي، شوف انت هتعمل ايه. والحقيقه ان معظم علاقات اللي تم فيها الانفصال هو كان الاختلاف على الطرف الثالث. يا الطرف الثالث ده كان زوج او زوجه، او بيختار بينك مثلا انه يسافر بره، بينك وبين مثلا امه المسيطره، كان في عائق معين، هو كان ده وجه الاختلاف. وفي معظم الحاجات انتوا قطعتوا بسبب ان انتوا ما عرفتوش تتفقوا على الطرف الثالث. فهو قطع معاك، يعني هو قطع كمان بتهور وطلع يجري. هو كان عنده معلومة وكان متأكد جدا من مشاعرك، متأكد ان انت بتحبه وان انت بتتمناه ونفسك تعيش معاه ونفسك تستقر، مستعد تعمل اي حاجة علشانه، وهو بالمقابل كان بيتجاهل كل ده. فانت لما حطيت بقى ايه قدامه الامر الواقع، طب هي دي مشاعري انا واضح تماما، هو طلع يجري، هو هرب، هو غير اتجاهه، غير وجهته، وعملها بتهور الحقيقة، وعملها بجرح عميق يعني، او سمعك مثلا كلام اللي هو لا انت فاهم غلط، ده انت الحب ده من طرف واحد،
مفيش توأم شعلة حب من طرف واحد على فكرة. يعني هو كان يعني كان عايز يقولك لا انت لا، معرفش يتصرف، يعني عارف اللي هو ايه، معرفش يقول ايه، فبدل ما يسكت مثلا او يراضيك بكلمتين يعك الدنيا خالص. فاول لما هو عمل كده انت قلت لا خلاص بقى كفايه بقى، كرامتي بقى، انا تعبت، انا اتهنت، انا اتمرمطت، انا ايه العلاقه النيله دي، انا تعبت فيها قوي. فابتديت انت بقى ايه تاخد خطوه ورا وتشتغل على توازنك وتشتغل على تشافيك وتشتغل على نفسك. انت يا مطارد اخترت نفسك، وهنا العلاقه اتقفلت، اتقفلت قفله بقى اللي هي ايه، احنا قافلين بخناقه يعني من الاخر. والمطارد الحقيقه بعد فتره الانفصال وطاقته دلوقتي ان هو ساعات كتير قوي 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 بيحن للتوأم. وما تزعلش لما انت تحن لتوأمك، ده شيء طبيعي، يعني بتحن له، نفسك تشوفه، نفسك تحضنه، نفسك تطمن عليه، نفسك تعرف اخباره، يا ترى انصلح حاله، يا ترى عقل، يا ترى عرف الحقيقه، يا ترى عارف شكل العلاقة، ان العلاقة دي قدرية وعلاقة دي مهمة جدا وما كانش ينفع يستهبل ويستهتر بيها بالشكل ده. عندك كده ايه حتة خوف كده عليه، وما تزعلش يعني، دي انا شايفة دي حاجة انسانية وحاجة حلوة، مش حاجة وحشة. انت اصلا يعني مهما دخلت في فكرة ان انا يعني بحنله، صوت العقل بيرجع تاني في ثانية، هو انت ناسي هو عمل لك ايه، عاملك ازاي، سابك ازاي، استهتر بيك ازاي، اللي عمله ما كانش قليل، هو فضل الطرف التالت عليك، الهارب كان عاشق لفكرة ان المجتمع شايفه ازاي. طب انت حبيبي، انت حاسس بايه؟ انت بتنام مبسوط كل يوم؟ مش موضوعي، بس المجتمع قابلني. كل ده مزعلك منه، كل ده مزعلك منه. فانت نفسك جدا ان هو اللي يكلمك، ان هو اللي يبدأ التواصل معاك، يدور عليك، يتحايل عليك، يقول لك خلاص انا عرفت الحقيقة، انا ندمان، انا تعبان من غيرك، انا مش عارف اعيش. وعلى فكرة انت يا مطارد، انت نفسك ده على قد ما يعني على قد ما نفسك ان ده يحصل، انت مش عارف هتتصرف معاه ازاي اصلا، وهتختار ايه، وهتقول له ايه، وهترضى اصلا ترجع ولا لا. انت عقلك دلوقتي عامل كده زي ايه، عامل لك ضبط كده، اللي هو انت ناسي لما انت امنت له واستغل كده، ده ما يستاهلش صدق، ده شخص متلاعب. طب ما انا اعترفت الحب، يا ترى عمل ايه، يعني مداني فوق دماغي. انت دلوقتي اللي هربان، بس نفسك ان حقك يرجع لك. يمكن دي اكتر حاجة مسيطرة على المطارد دلوقتي. طيب الهارب بقى شايف الموضوع ازاي دلوقتي؟ يعني هل مقيمك ومقيم العلاقة ازاي؟ مفاجأة، الهارب حاسس بالرفض، حاسس منك يا مطارد بالرفض، الرفض المادي والرفض الطاقي. شايف ومتأكد وعارف انك رافض اللي حصل، رافض الطرف الثالث، رفض هو شخصيا. انت مش موافق على فكرة الطرف الثالث او العائق اللي بينكو، و يعني بشكل محسوم اللي هو انا مش هتناقش فيه اصلا، او الموضوع ده مش في حساباتي، مش في اتجاهاتي، انا مش ناوية حتى لا في المستقبل القريب ولا البعيد اني اوافق عليه، فالموضوع ده خلصان من ناحيتي. فهو عارف ان هو لو عايز العلاقة معاك هو اللي لازم يتغير، وهو اللي لازم يعمل حاجة. وكمان هو شايفك انك ذكي جدا،
اخترت كرامتك وكبريائك ونظافتك وشياكتك، واخترت علاقتك بربنا. هو كان بيحاول يكلفتك كده في علاقة في المداري، علاقة كده في الضلمة، علاقة كده علاقة جسدية، علاقة كده علاقة شهوانية، علاقة ملهاش أساس ولا ليها مستقبل ولا فيها استقرار. هو عايش مع الطرف الثالث والدنيا جميلة، وبيروح لك وياخد الحب ويستقبل الحب، عارف كده، يظبط الموضوع كده بالميزان كده على الشعرة وعلى الجنط، وهو الحمد لله كان مبسوط زي الفل. طب أنا كمطارد أنا إيه وضعي؟ لأ مش موضوعي بقى، ما انت اكيد مبسوط، مش انت اللي بتحبني، ده انت غريب قوي، ما انت بتحبني وانا بقيت معاك وبقينا بنمارس الحب. طب عايز ايه تاني؟ هو بقى شايف ان انت رفضت كل ده يا تبقى معايا في علاقة مستقرة وليها مستقبل، يا اما الله الغني يا عم. والحقيقة بقى ان هو شايفك ان انت مرتاح، ان انت ضميرك مش مأنبك، مش موجوع، عادي حياتك ماشية، مفيش مشاكل، من كتر ما انت حاولت كتير وانتظرت كتير وديت له كل الاعذار ولعبت كل الالعاب، يعني عملنا مع الهرب كل حاجة، فخلاص يعني شايفك مرتاح البال بقى، يعني ما عنديش حاجة اعملها تاني والله، ده انا كده مش جبت اخري، انا جبت اخرين اخري كمان. وهو شايفك ان انت مختلف عن كل حد عرفه، عن البيئة بتاعته، عن ما هو تربى عليه، عن ثقافته، عن هو متربي على القيود وانت متحرر. بس انا متحرر كشخص مستقل، بس انا في نفس الوقت منضبط. انا متحرر ان انا ما بنجبرش على علاقة سامة وعلاقة فاشلة وعلاقة في الدرة وعلاقة ما ترضيش ربنا، لكن انا في نفس الوقت عندي قوة الاختيار. فكل اللي انت فيه ده هو عكسه تمام، هو من كتر ما هو ما عندوش فكرة الاختيار بيعمل حاجات في الضلمة، من كتر ما هو مش عنده رفاهية ان انا في علاقة فاشلة مثلا فانا امشي، مش عارف يعمل كده. فالهارب شايفك انك شخصية غير تقليدية، متفتح، مودرن، عندك افكار جديدة، غير تقليدي، غير اللي هو تربى عليه. والاهم من كل ده ان هو انت غير قابل للسيطرة، يعني هو مش هيعرف يكسرك او يجبرك على حاجة او يجبرك على وضع انت مش حبه او يبقى ليه كلمة عليك لا انا جاية بمزاجي. لو القعدة مش عجباني مش هقعد على فكرة، لو الموضوع مش عاجبني هقولك لا مش مناسبني، مش هينفع والله. فهو يعني مش عارف يعمل ايه، ومش عايز يتنازل عن الطرف الثالث اللي هو بالنسبة له حد مهم جدا، و يعني حتى مش موضوعنا بقى خالص دلوقتي هو مبسوط ولا مش مبسوط، بس هو مش هيتنازل عن الموضوع ده، يعني من الواضح يعني. وان الموضوع ده بالنسبة لك لو موجود خلاص ربنا يبارك لك ويسهل لك وروح عيش حياتك، انا مش ناوي اعمل حاجة في الموضوع ده. لو وضعك اتغير احتمال كلام. فهو مش عارف يقولك ايه، كل ما بيفكر يفتح بقه علشان يكلمك عارف انك هترفض، هتقوله لا والله مش هينفع، انت جاي تقول ايه، انت بعد فترة الانفصال دي كلها جاي تعيد نفس الكلام؟ لا طبعا. فهو ما بيقربش علشان خايف من اللي هيسمعه، هو ما غيرش حاجة في حياته وهيجي يقولك ايه، وهو شايف منك كمية عند وتحدي وإصرار على موقفك، انت مش هتتهز ومش هتقبل تتنازل ومش هتقبل تتأقلم على حياته اللي هي بالنسبة لك اصلا شيء متعب جدا على اي بني ادم. انا مش بس يعني كنت بحاول اغيرك، لا ده انت عايز تشدني لحياتك انت، اكيد لا طبعا. فانت بقيت اسهل ان انت تسيب العلاقة، اسهل انك تمشي، اسهل ان انت تقول العلاقة دي مش مناسباني وهو اصلا مش مناسبني. فهو واصل له شعورك، واصل له احساسك، وعلى فكرة هو مديك الحق، يعني بيقول طب ما هي معاها حق، هو معاها حق ان هو ما يقبلش بالعلاقة الثلاثية ديت.
فانت شخص مصر، مصر على رأيك، مصر على موقفك، مش هتتنازل، مش هتتأقلم على حياته، مش هتتأقلم على ظروفه، مش هتتأقلم على الطرف الثالث. فخلاص يعني شايفك بشكل دلوقتي قوي جدا، يعني انت قادر تمشي حياتك وقادر تبعد عن اي علاقة مؤذية بالنسبة لك. فانت شخص مستقل جدا، قوي جدا، مش هتبقى الموضوع مش هيبقى قابل للتفاوض معاك في الحته، في النقطه دي بالذات. والحقيقه هو ما عندوش القدره ان هو يقنعك او يقف قصادك او يسيطر عليك او يقولك انت فاهم غلط او انت مش معاك حق. هو ملهوش وش ولا عين ولا قدره، يعني هو مش قادر يقف قصادك. فشايفك شخص صريح قوي، وشخص اللي هو ملكش نقطة ضعف، اللي هو مش عارف يخش لك منين. طب الحب، طب ما انت اصلا بتحبني وسبتني. طيب الـ اسمها ايه، العلاقة الجسدية او الانجذاب الجسدي او الطاقة الجسدية اللي بينا ده برضو مأثرش عليك، وقدرت تبعد وقدرت تمشي وقدرت تقول لأ. طيب فكرة مثلا ان انتي بنت وسنك اتأخر في الجواز فانتي هتقبلي بأي علاقة؟ برضو لأ. ففكرة ان انا علاقة والسلام وعلاقة بدون ملامح دي اصلا بالنسبة لك مش اوبشن. يا اما علاقة جد يا اما الله الغني. قولولي بقى كده، الطاقة دي مطابقة معاكوا؟ وشايفين الوضع ازاي في علاقة توأم الشعلة؟ هل ناويين تستمروا وتنتظروا ولا هتمشوا وتشوفوا حاجة تانية؟ بحبكم قد الدنيا، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.